smell the blood on the leaves. I can see the writing on the wall. I can hear the ghosts in the trees. But nobody's ever around when they fall. I can smell the blood on the streets. I can see the fear in your eyes. You know there's no honor among thieves. No rest for the wicked till we die. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا نتحييهم شباب، بدينا بثنا. يلا نتحييهم، ارحبوا دقيقة، نقصر لكم الصوت، نقصر الصوت من هنا. يلا نتحييهم، كيف أموركم؟ عساكم بخير، بشرنا عنكم. أهلين وسهلين، كيف الأمور؟ نرفع الكام شويتين عشان نضبطكم بزاوية حلوة، نرفعها حبتين شوية. الله الله الله. يلا نتحييهم، كيف أموركم؟ معكم الوزير اخوان سلفاتور. اليوم اجتماعنا العسكر كلهم، لانه راح يكون في شيء حلو مره رهيب. حلوين راح نجي الحين. يلا نتحين ويلكم اوفر باور. شكرا على العشر شهور. حاليا انتم تعرفون ان الولايه الان تمر بضغط. نكد ارحم، شكرا على العشر شهور. اهلين وسهلين. تخفضت بنسبه 20% في اللي لي 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 الاقتصاد. حافظ على سيارتك كل شوي زي ما قال. يلا نتحييهم، ويلكم الشيف اوف، ويلكم نكد، ويلكم مائل، ويلكم سير فايز. بعض منكم الله يهديه يعني كل شوي يغير الصدام. السلام عليكم يلا نتحييهم. حياك الله طال عمرك. حياك الله، حياك الله، مساكم السلام طال عمرك. الله طال عمرك. هلا وسهلا. السلام عليكم. شلو داري الرحمن، ادري من ودي ابغى اعرف، ابغى اعرف، ابغى اعرف من دب. ما ادري ابغى اعرف من هو دب، ما ادري. اول شيء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يلا نتحييهم. السلام عام، مساءكم بالامن والامان ان شاء الله. اول شيء اتوقع ان هذا ثاني اجتماع لنا من تاسست ال صوت واضح. ايه بس احيانا ما يلقط عمرك. خلني لمسه اخيره بس. جاك فالكون يجيني الحين.
بسم الله تست تست اللي ورا تسمعني معالي الهاي كوماندر الصوت واضح عندك نوم حرام عليك شغال. النوم والله ما جاء واضح واضح هذا ثاني اجتماع لنا من تأسيس نظام الوزارة الجديد إن شاء الله وأيضا مثل ما عهدنا في الاجتماع الأول في وزارة الداخلية نعرف الضباط والأفراد وأيضا القادة والمسؤولين فيما بعضهم بحيث أن يكون في تناغم في العمل وأيضا اجتماعنا هذا بعد ما ننتهي منه راح يكون عندنا يقولون تقولون أحد التدريبات الخاصة اللي راح نسويها بإذن الله بالشراكة مع قطاع الستيت اوف بوليس راح نبدأ من اليمين إلى اليسار كل شخص يعرف في نفسه اسمه ورتبته وأيضا خبراته مسؤولياته اللي استلمها في وزارة الداخلية بس قبل كل شيء صراحة شادني العسكري ما شاء الله تبارك الرحمن اللي في الخلف اليسار رغم بدانة جسمه إلا محافظ على رشاقته كنت تتقدم أخوي من هنا لا 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 في الأخير السويدي اي تقدم تقدم صقر طال عمرك تقدم تقدم يا صقر تقدم حياك الله صقر صحيح كنت تتكلم في المايك المايك عندك وعرف نفسك لزملائك راح اكون في الخلف بسم الله بسم الله شغال بسم الله يلا انتهي طول عمرك فيك لفيت عليك كذا صراحة شدني بإذن الله راح اكون مدرب معتمد جيب الطعم مثلا هاي كوماندر استكمل استكمل يا صقر انا بعد استكمل يا صقر عرف بنفسك وايضا رتبك طال عمرك اليوم ناس بدخلنا شهر شوال يبغى نرفع اصواتهم صح اصواتهم ضعيفه غلط من الان اقول لكم ما تهمني رتبتك سواء رتبتك عاليه يا اخي او شارع يشملك التدريب راح نخليكم من افضل قادة السيارات في هذه المدينة رفعت الصوت يا رب ما تلقى واللي يشوفه يعني يصدم وذا يداوم على سيكل من الان اقول له يا اخي وشارع شكرا لكم تفضل انت ما طال عمرك يعطيك العافية يا شقر طيب رادك ارجع يا صقر ارجع طيب راح نبدا من يعطيك العافية يا صقر على مره راح اول شيء اعرفكم بنفسي على تشيف اوف بوليس حياك الله طال عمرك اعرف بنفسي ولا تشيف اوف ستيت اوف بوليس ف راح نبدا من اليمين من قطاع الاس بي دي بعدها ننتقل الى قطاع الستيت اوف بوليس اعرف بنفسك يا بيرسي حياكم الله جميعا معكم التشيف اوف سانس بوليس ديبارتمنت بيرسي ستالين من عائلة ستالين العريقة والمعروفة العائلة العسكرية الكل الظاهر ما يخفى عليه العائلة هذه وبإذن الله يكون العمل بيننا متناغم أكثر وبإذن الله ننمي هذا القطاع وننمي هذا الكيان قصر صوتهم لهند بجهودكم جميعا وبالعمل الجماعي الله يكسرها يا البلونة تكمل نعتذر بس ارحب ومن الان احب اقول لكل الافراد سواء افراد سانس بوليس ديبارتمنت او افراد الستيت بوليس او اي فرد من افراد هذا الكيان وهذه الوزاره وهذا القطاع العسكري صوتهم اعلى من صوتك نحن بمثابة الاخوة صوتهم اعلى من صوتي اي شخص يواجه اي مشكلة اي شخص عنده فكرة اي شخص عنده اقتراح يتوجه لمباشرة او يتوجه الى الشيف اوف صوتهم شوي ستيت بوليس سان اندرياس كذا كيف اصواتهم طيب سان اندرياس ستيت بوليس كذا كيف اصواتهم شبيب بن شلفة وكلنا اذان صاغية وقلوب مفتوحة للجميع اوكي وشكرا لكم تفضل يا شبيب تفضل تفضل يا شبيب سجاد فضلك
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، أهلا وسهلا بكم. الاجتماع الثاني الشرطة شانندرس بشكل عام والوزارة الداخلية. طبعا زي ما انتم دارين يا جماعة، هذه نقلة نوعية ونظام جديد وسيستم كامل للهرم الوزاري بشكل يا أخي صقر. بإذن الله أنه تطور يليق بنا، بإذن الله أنه من نجاح إلى نجاح. السلام عليكم. بفضل عملكم، بفضل عمل قاداتنا باذن الله راح نوصل للسماء. يجمك بدر؟ لا، شرطه الولايه جامعه بخدمتكم. البارك رينجر جامعه بخدمه الولايه وجامعه. تذكروا حاجه يا جماعه، يا انشر نحمي ونخدم المواطن. يعطيكم العافيه جميعا. الله يعطيك العافيه وقواك الله. طيب حاليا مع الاسيستنت فوتشيف هادي، تفضل عرف نفسك. آخ تست الصوت واضح اليورو راشد الصوت وصل لك صحيح. طيب من هذا المنبر مبدئيا أحب أشكر معالي الوزير إنه رقاني من ديبتي تشيف الأسيستنت تشيف، يعطيك العافية معاليك. شكرا لك. هذه الشهر الأسيستنت تشيف أوف الاسبيدي لوس سانتوس بوليس ديبارتمنت، كنت مرافق مع بيرسي 3 جولات من نائب الوزير في اماكن مجهوله وبيننا تناغم جميل، فلهذا نائب الوزير ما في احد الحين، وان احتجتوا اي شيء افراد الاس بي دي احنا هنا في خدمتكم. الله يسعدكم وشكرا لحسن استماعكم. الله يعطيك العافيه يا هادي. وايضا تصحيح منصبك، هل هو صحيح ديبوتي؟ Here comes the money. Here we go. بعد البث ان شاء الله. ديبوتي الله يعمرك ديبوتي. ديبوتي بس احتاجك شويه بيرسي. سم نظام نفسه اسيستنت حسبتك اي انت؟ لا لا ديبوتي 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 شيك على الرول مع رول. ايه ايه ظاهر ان جتها الصلاحيه الخاطئه لكن دبتي دبتي تستخرج الشيء هذا شلون يترقى بسرعه يعني؟ اي لا 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 شهاب. ما يمشي شيء بدون ما يمر عليك طال عمرك. بسم الله. طيب راح نعرف وضحتنا فيكم واحد واحد حاليا من اليمين لليسار. تقدم يا السبيدي عرف نفسك. اخ جاء هذاك من الاخير كذا نقز شلي. ميرسي بيرسي 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 شباب شيكم؟ اللي سوى دونيشن 5 الله يسعدك، بس بعد البث والله بشوف لانه واضح انه مقاله طويله جدا. ارحب كيو كينج، لك السلام والرحمه. لين سهلين بيرسي مو ميرسي بيرسي بيرسي بيرسي. الصوت واضح؟ جود. طيب انا استاذ سيرجنت راشد الراشد باج نمبر 601 رينجر سوبرفايزر. هذه نبذه عني بشكل سريع. مساء الخير مساء النور اهلين وسهلين. يعطيكم العافيه وموفق الجميع. حياك الله. تفضل يا ايدن. باج واحد بالله خلينا نشوف دقيقه. السلام عليكم جميعا، سينيور اوفيسر ايدن ويسن باج نمبر 514. اتشرف اني اعمل معكم. حلوين انا الشرف حياك الله. كاي تقدم شوحة تكفى بيجي بيجي دور شوحة. حياك الله تجي ورا تجتمع فوق. شوحة متوتر ليش؟ باج نمبر 342 ابو جوهر معي. يا عيوني انت يا خالد لا وش دعوه استمر. ليش معكم السنيور اوفيسر كاي ايرون باج نمبر 342. لا لازم تترجم اصلا من قد تصدر كذلك اخ مشاهده ترفيق جميعا. ايوه كيلا عارف انجلش. تفضل يا شوحه. بجاهزة
جاني مغص جاني مغص. هلا السلام عليكم جميعا. طال عمرك ما ادري احسك شفتني. اخوكم السنيور اسكت اخوكم السنيور سنيور سنيور اوفيسر شوح الشمري باج نمبر 36 من قطاع الرينجر. الله يعافيكم ويقويكم ان شاء الله. شرفت بكم جميعا. حياك الله بين اخوانك شوح. اللي بعده تفضل يا جاك سيرجنت جاك. عارف كجن هريرا اخ سلام عليك. هات نص فلوس ابو عبد. ون او 6 ولا ون او 7 ون او 7 اللي بعد جاهزه ميدان الزملاء. باقي احنا جاينا بنتشاور معك فيها سيرجنت. الاجتماع هذا ممتاز يا فون 331 باج نمبر. بتشوفون شيء حلو مره. شي علق ذا علق. احسنت حياك الله حياك الله. هذا مرحبا علق حرفيا ما عنده ولا كلمه. عافي عافي. هي ناس كذا تلخمهم ترتبك بي 6 ايش صار 106 اطلع يا اوفيسر رايد. زياد مو رئيس الشرطة؟ لا للأسف بعد النظام الجديد صار رئيس الشرطة. بسم الله الرحمن الرحيم. هو معكم رئيس الشرطة. شرطة فلسان شرطة الاس بي دي باج نمبر 430. عبدالله كان مرة فوق يب عشان الشات والله يا غلا. ياك الله الشرف لنا اهلا وسهلا. اما خالد اوفيسر طيب زياد ايش؟ زياد السلام عليكم معكم رئيس مسؤول الشرطة. في شيء اسمه رئيس وانتو في فرق بين الثنتين. سري سري لنا. خير يا اتسمايرو. اتسمايرو ما معك موت؟ ريدر براون كم جاك موت؟ انتي ار 7 ام ما معك موت غريبة. اول شيء السلام عليكم مساكم الله بالخير. معكم الاوفيسر 3 ريردر براون كذلك من قطاع بارك رينجر باج نمبر 613. تشرفت فيكم جميعا. ان شاء الله نكون قد المسؤوليه اللي ضعنا فيها سواء كنا اوفيسر او سيرجنت او تشيف. ان شاء الله نكون قد المسؤوليه. تشرفت فيكم جميعا. حياك الله شرف لنا. اخر واحد وبعدها بنبدا الشغل. اخر واحد بعد معكم اخوكم نادر العتيبي من شرطة الاس بي دي اوفيسر 1 من قطاع الاس بي دي باج نمبر 472. باج نمبر كم؟ حياك الله اهلا وسهلا. الله يعطيكم العافية كلكم. ايضا شاكرين لكم. اتمنى ان شاء الله ان الاجتماع هذا يكون بداية خير عليكم ايضا تتعرفون فيما بعضكم ويكون فيها تناغم وانطلاقة ان شاء الله تعاون بين قطاع السبيدي والقطاع الستيت اوف بوليس بجميع اقسامه. ايضا اجتماعنا اليوم هو كان لهدف تنبيهكم وابلاغكم ان شاء الله خلال اليوم هذا راح يتم ابلاغكم عن دورة تدريبية عن وينج قيادة المركبات والتميز فيها. و حاب اني اعرف لكم القائد الكوماندر ابو عابد 107 رئيس وينج انتربتد. تفضل يا انترسبتر. طال عمرك انترسبتد صحيح. مصطلحات طيب الانجليزيه هذه دخيله عليكم. السلام عليكم جميعا. السلام ورحمه الله. اوه زي عبود الشوق اخيرا جد داخليه. والله جميعا اول شيء ثانيا اخيرا جد داخليه عبود. قريبا بينزل 4 وينجات جديده في الوزاره. عندكم الوينج الاول اللي هو الانترسبتر هذا الوينج التوب في القياده في السيارات جميع المركبات تقريبا بشكل عام. انا ابي اكل. وعندكم برضه القياده بشكل عام بيكون فيها 3 جريدات جريد A و B و C وجميع المنسوبين الوزاره راح يتم تدريبهم راح يتم اختبارهم
وراح يتم توزيع الجريدات على حسب القياده بالكل عسكري. فان شاء الله بس هذا بندخل هذا سياق الموضوع ونبدا فيها قريبا. شكرا لكم جميعا. الله يعطيك العافيه ابو عابد، وايضا شاكر لكم عموما حضوركم هذا، والعموم هل عنده خبرته الكاملة في كيف انه يستخدم نظام العمليات، وايضا كيف انه يعرف موقع توجيه عن طريق جهاز اللي معكم، عن طريق بحيث انك تكتب في الجهاز DIR بعدها راح يعطيك مباشر دايركشن حقك والتوجيه. هل في احد الى الان ما يعرف كيف يستخرج توجيهه او يعرف مركز العمليات وين وجهه؟ اللي ما عنده خبرة يرفع يده. ممتاز. شوحة تقدر تفتح جوالك بعد تدخل النظام الوزاري، تستخدم الأمر DIR بعدها راح يطلع لك توجيهك مباشرة. تمام طال عمرك. هل عرفت وين توجيهك؟ بس بحط ال وش الحروف؟ DIR DIR هل عندك يا صباح النور فهد ويلكم. هل عرفت وين توجيهك يا شوحة؟ شي يصنع هو صاروخ. اسمعني شوحة تسمعني؟ عمرك توجيهك؟ قاعد هنا ابحث عمرك يا اخي لا يسق امها نورت. ممتاز جميل جدا. راح نعين مركز عمليات عليكم حاليا، راح يوزعكم العموم ياخذ مركبته وينثر توجيهه خارج المركز. حاليا إعادة توجيه الوحدات ما راح يكون باستوقاف عسكري، استوقاف عسكري فقط للاجتماعات وايضا للتنبيهات. عموم التوجيهات راح تكون عن طريق النظام، مجرد ما تجيك رسالة تحت من مركز العمليات انه تم تحديث توجيهات كاملة لكم الحقية بالاتجاه او مباشرة الموقع اللي تم السمح لكم فيه. ايضا بيرسي اي اللي شخص استمركز عمليات وكفاءة ايضا نائب له. راح تكون الدسباتشر عندك يا رايد. تمام. قلت بيرد شوحة النائب السابق لك هل عينت لك؟ صحيح. الباد نمبر ندرة تيبي 472. ممتاز جميل جدا. هذول كفاءة عالية طال عمرك. يظل وجيهم وحاول بين فترة وفترة انه يتناقل مركز عمليات بين افراد بحيث يكون عندهم خبرة كاملة من الافراد. علموا قواكم الله فاضكم الله وتقدروا تنصرفون. يلا شو بسم الله على بركة الله. تحتاجك تعال رايد. ابو عابد وشبيب وصقر سم تفضل تعالوا معي بحيث نتوجه مبنى هيد كوارتر. تاجك يا رايد انك بخلص شغله بس عندي في المكتب وبلحقكم طلع العمليات. تفضل ابو عابد. سباتشر تتاكد ان الكل في موقعه، البلاغات كلها تستجاب لها. شو وين دراكول اني اشوف القمر. خنت القمر. شاها تحتاج اي شيء ميدان يرجع. الله يعافيك بيض الله وجهك. والله ما قصرتوا معي. اخ الله يعافيكم يقويكم ان شاء الله. اصبر على حارسك. حارسي ذيب ما عليكم. حارسي ذيب الله لو اني في كوكب زمرد لا يجيبني. شوحة شوحة. نعم. عارف نفسك يا شوحة؟ تقول لي شوحة عارف نفسك تبي اعطيك كف ابو شعر ابيض يديك سرطان انت ولا ايش؟ بسم الله على بركة الله. استريح يا اخي. عز يوم العز اقسم بآية لنا ابو عابد طقمة فخم. يلعن ابليسك ابو عابد. سي عبود طقمك فخم. يا ساتر ذي بنت مو هو. ويلكم اي ار. وين القمر؟ انت القمر يا اي 2 لايف 6. انت القمر.
من جماعك نقيم سواقتك ها؟ يلا بس قيمها كيف بس؟ اي كنت سق بس و طلع الدفتر يا صقر. طيب اول شيء يلا نتحييهم عشان شيء لكم مورين الوزاره صراحه. الحمد لله على السلامه. ما ابغى ترجعون ما طلعت ابتعاث هذه 15 سنه تدرسون في في الميداليست ما صارت والله العظيم. طول العمر السواقه صعبه انت تدري يعني ما عاد شفناكم في الوزاره ابدا. برضو مسافرين كنا جالسين نضبط لكم المركبات وكذا. عاد ان شاء الله عاد ان الوضع متعب ترى. القطاع الحين افضل بكثير يعني يقول لكم جاهزين خطط صراحه انا انتظر انا ودي اشوف صراحه الميدان او المضمار حق الريس موجود زي كذا. بس قبل كل شيء ايش رايك في تعديلات المركبه بما ان هذا اختصاصكم على التشارجر؟ شوف 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 عديم القياده هذا شوف هي والله شوف هو كل شيء ما شاء الله تبارك الله لكن الليفري هذا حق الافراد هذا مو انت متعمد. انا وصلني خبر اللي من العزيز اللي انت مرسينه الاوراق يقول ملون حق الضباط عزيز سنده. عزيز سنده اي منو ذا؟ هذه واحد يشتغل معكم الكم هيها لين سهلين صغيرنا ما مرسلين انتم؟ لا لا بد قريبا شكلها تكدين براجع لكم اسمه زين بس يقولنا الملون للضباط يقول ملون للضباط واللون بدون لون الافراد ما ادري غريبه انتم متاكدين من الشيء هذا؟ في 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 تعميم نزل ايوه ايش يقول؟ ان الملون للافراد عزيز الغامدي اما والاسود وابيض للضباط ما شاء الله بس اللي تبيه انت ايش تبي طال عمرك؟ ما تحس ان الملون افضل؟ خلاص الملون افضل يكون للضباط بس تذكرت اسمه عزيز الغامدي تعرفه؟ عزيز الغامدي هذا عسكري صح؟ اي اي نعم اي هذا عسكري هذا هو اللي ارسل الاوراق يعني هذا يفتقر للخبره ويفتقر للكفاءه انا حسيت والله بس قدامنا جاي من طرف ابو عابد يعني قد ما عاد فيه انا توقعت صراحه بيجيني صقر بيجيني ابو عابد شوف ترى عشان يوم موجود الرايح والجاي صار يقول من طرف ابو عابد من طرف ابو عابد يرمونها بس والله العظيم انها مشكله اجل يعني كان كيس لنا ما تقدر تقول اجل شكله بنفسه من الوزاره هو مو من طرف ترى يعني. واقف عندي اشاره قيمه اعطى 10 ايوه اسلم اوقف على خط اليمين ما لف اي بس انا بسالكم انت تقيمون قيادتي انا اي طال عمرك اكيد ومن يقيم قيادتكم انتم طال عمر ترى ملاحظ عليك ما تدق اشاره احنا نتب اها شوف 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 كيف شفت كيف يسقط شفت شفت طيب الحين تقييمكم ينبني على ايش الحين بنعلمك بنعلمك مالك انت بتغش صح لا عشان اعرف ينبني على ايش يعني الله احس اني اوطي عنك كلكم ما اقسمت لاني اكثر كيف اقول التقييم خط العكس شوف 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 كيف شوف عديم الكفاءة هذا كفاءة صرت قاعد تخضع تدريب الآن من اللي يخضع بس يا صقر عمر أسف على المجاملات لكن حنا عندنا أمر يعني إيه أمر من مين بس منك إيه إنك تقيم قيادتي ولا إيه وأقدر أمر مني برضو أرخي التقييم لا لا شوف شوف أنت فاهمة غلط فاهمة غلط الحين انت تبي ان حتى قيادتك انت لازم تتطور صح؟ اي شيء ضروري انا لان احس انه غلط انه مثلا ندرب انا صراحه ما ندرب معاليك انا اعاني صراحه لازم من شيء هذا عشان كذا انا استدعيتكم يعني انا اعاني بال لازم الخبره الطيار يعني القياده الارضيه المركبات سيئه جدا عندي انت جو انت فوق هام السحب يا اخي ابو عابد يسار طال عمرك ولا ايه الخط الاصفر انتبه اوف نص طيب عطني رقم عطني رقمك يا ابو عابد عطني رقمك يا صقر جاك لا ما كان اتوقع جاك صقر شبكتوني ابو عابد شكرا على الرقم
جاك الرقم ما حد يبي يشبك يا وسيع الخد. استغربت ما شاء الله بس الولد رشيق يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. اكيد طول العمر باقي ما شفتني وانا البس رياضة. يلا بسم الله. ايه ما شفت طقمه اللي جابه معه طريقة. اخذت الرقم ولا اعطيك؟ لا لا عطني اياه. ابو عابد بسم الله بركة الله. يلا مشينا. معك رقمي؟ وصلك رقمي ابو عابد؟ ما اتوقع دقيقة. هذا هو. ايه. الفتور. ترى هذا بدائي ما يعرف الدافع نحاول. تعال يا صقر. ايش صقر هذا الهيد كوارتر اوفيس هذا المبنى الوزاري تبع الوزارة. يا اخي شخصية ليركس اقسم بالله رهيبة. الضباط والقادة العليا. وهم مكانك وبس جايبينك اليوم. ايش اللي هو حاليا؟ لازم اول. ايه نروح المكتب نتناقش. لازم اول؟ كيف لازم اول؟ ما عندنا الرتبة هذه. صقر صقر. تفضل. بس. العهد القديم هو تو بداية. انت متأكد انه فوق يا صقر. يا اخي ليركس اقسم بآية الله غريب. غريب شكله كذا هو نشوف هو سافر حلوين ابو شهر ورجع لنا حرفيا ضايع رجع حرفيا لنا ضايع عمر في مشاكل بال شو هذا الشخص مشاكل عندك انت ما شاء الله تبارك الله طيب تشرح لنا الموضوع كامل والخطة التدريبية. طيب عندك يا طويل العمر والسلامة. حارسك في المركز حارسي يدل يا عيال يدل يقدر يشوف جي بي اس ويعرف. اخ بسم الله بركة الله. طيب دقيقة يا اخي بعيد احس انه ماشي ما ودك يكون الموضوع حبي في المكتب؟ ايه ايه تعال تعال ارحب وليد اهلين وسهلين اصحى من النوم على هالوجه الحلو انت الحلو انت الحلو كله انت الحلا انت الزين يلا بسم الله وين شي صقر تكررت مره ثانيه حلوين ملفك في وجهك متأكد انك تحتاج صقر هذا؟ قلك حنان يا طويل العمر طيب اجلس اجلس على الكرسي اجلس ولا ما يوسعك بس هو ولا في مشكلة؟ مشاكل كراسي دي يا اخي طيب ابو عابد تقدر تجلس؟ ابو عابد تقدر تجلس؟ ابو عابد مات والله اكبر ابو عابد تفضل ايش يا تجلس يا تجلس ابو عابد تاتري من ثاني طول عمر والله ما سويت شيء يعني استري استري يا ابو عابد انت بس خليك ورا يا صقر طيب شوي طيب كراسيك ذي كان ماشي الواحد ما يقدر يجلس فحاول انك تجلس اي ما هي مريحه ايش رايك نجلس واقفين لا نجلس. لا لا ارجع لا اجلس طبيعي دقيقة يموت بتربع عندك يا صقر يلا انت حييه ولكم هلا والله وليد طيب اني بس ايوه سلم تقول لي يا ابو عابد نشوف طيب خزنة الرواتب هذا الشيخ صقر أي. يعني زي ما تعرف الموضوع اللي انا بمسكه صعب حلو عدد يعني ما بقدر امسك الحال جميل جدا فلازم يكون معي شخص اخترت صقرا فدورت صراحه ولفيت ورحت وجيت و الكم اس ار تي احصل من هنا يطلع في مويه من هنا ار اي اكس اي كي الله يسعدك على سبسكرايب استويت على اس ار تي والله هو نعم والله هو نعم والله انه هو نعم
بس ملاحظة يعني مميزاته تشفع للأخطاء اللي عليه، عرفت؟ أنا صراحة لا أتفق معك، يعني شو كفاءة لكن ينقصها بعض الأساسيات. زي وش؟ الأخلاق. حلو. إي نعم، الاحترام تنقص الأشياء هذه برضو. هو كامل كامل والله يعني، بس الشيئين هذي. طيب الأخلاق وش شفت منه خلق سيئة؟ ما شفته يضربك في الاجتماع قبل شوي. اي لا لا شفت شوف يده اصلا كيف. انا اشوفه ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني انا ما ادري انت معينه بالطيب ولا بالقوة الجبرية؟ هو انت ايه هو معين؟ اه طال عمرك. اكيد اكيد. ما ادري قبل شوي شافك صافك، يعني هو صافك ما ادري ايش اللي صاير صراحة بيكم. اي بس طلعنا من المكتب رحنا تفاهمنا على الصفقة ورجعنا. اي لا لا الحمد لله على السلامة. طيب الحين آلية التدريبات كيف راح تكون؟ هل هي اسبوعية؟ طيب. وهي شهرية؟ شو وضعها؟ يا طويل العمر السلامة، اول شيء المسؤول انا والنائب صقر. حلو ونعم والله. بعدها عندك الاسبوع ذا صوت ضعيف حق سيه ارفع لكم دقيقة، عندي الراديو مشكلة بس. ارحب راني. ايوه رنا ولا راني. عندك لمدة اسبوع اتفقت انا ونائب الستيت لا مو بالنائب، مسؤول الستيت بوليس اللي هو شبيب. اي نعم. على ان يراقب سواقة الافراد اللي عنده والضباط برضه. جميل جدا. وعلى نهاية الاسبوع يعطيني اسماء افضل اللي عنده. حلو حلوين. لان نحتاج من الاس بي دي واحتاج من التربر الستيت بوليس ايضا. جميل جدا. عشان كل مسؤول لازم احنا ندرب المسؤولين، بعدها المسؤولين ذول هم اللي يدربون الافراد اللي عندهم، لان ما راح نقدر ندرب كل افراد الوزاره. اتفق حلوين. فكم مدرب تقريبا انت محدد يعني يكون؟ ركان 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 ارحب يلا انت حي ركان. اقل شيء اقدم لك هو تركي يا عيوني، انت اقسم بعت لها جات تسوي كثير. الله يسعدك الله يسعدك يعوض عليك اضعاف اضعاف، واقسم بعت لها ان اللي تسوي كثير. يلا انت حييه ارحب والله انها كثيره، واقسم بعت الله الله يقدرني صدق عرض الجميل. الله يسعدك يا ركان ويعوض عليك اضعاف اضعافها. ذا كله في النهايه 50 50 يا بروباك، اقسم بايه الله انها تسوى، اقسم بايه الله انها شيء كبير جدا. الله يسعدك صدق الله يسعدك يا ركان، الله يسعد هالوجه ويعوض عليك اضعاف اضعاف ويفتح في وجهك. ادعوا له شباب ارحب عطا طولكم، ادعوا له الشباب ان الله يسعد صدق ويعوض عليه اضعاف اضعافها. اخ هلا بالجندي الخفي. دقيقه عطعط وانت نفسه عطعط اللي في المنجم، لان صوتك تغير ترى مره، صوتك متغير كذاب والله ما عرفتك صوتك متغير. شاري مايك جديد شيء انت؟ يلعن بيسك يلعن بيس سواليفك الحلوه، تعال كل يوم سولف. ما ظنيتي تغلى عليك يا عبود، والله العظيم انها كثيره يا راكان. والله يسعدك الله يسعدك يعوض عليك اضعاف اضعافها. يلا انت حييه. وين راح ابو عابد بس يا صقر؟ صقر صوت ضعيف اللي بتنحل الحين، اتوقع ان ابو عابد كرشت عليه او نطلع عشان صوته ضعيف، ما ادري ايش مشكلته. رجع دخل ابو عابد، رجع دخل. صقر خارج التغطيه، كلهم شكلهم خارج التغطيه.
اللهم صل وسلم على محمد. اي والله صل على النبي. شايب يمسي عليك ارحم يا شايبنا ويلكم. اهلين وسهلين. ايش الحلاوه هذه؟ لولا على الله. ها؟ ايش الحلاوه هذه؟ صوت الشباب ضعيف. وش فيه صوت الشباب؟ من اي ناحيه ضعيف؟ صقر قاعد يشتغل. على السلامه يا ابو عابد. الله يسلمك. اي يسلم. فبس طيب. كنت اسالك اقول لك الماكسيموم لعدد المدربين في وينج الانترسبتر. هو التدريب ما راح يكون على الانترسبتر الاول. اجل راح يكون على ايش؟ راح يكون على الجريدات اللي هو A و B و C. لازم كل عسكري يكون عنده. كان الله يسعدك شكرا على 50 يا عيوني. الله يعوض عليك اضعاف اضعاف. والله انك فيه جالس تسوي مره. موجود داخل ولا لا؟ نعم موجود. جالس تسوي مره كثير مره كثير جالس تسوي. الله يسعد هالوجه يعوض عليك اضعاف اضعافها. ومن معاه في اثنين ورا فالكون حاله جاي ولا اثنين ورا؟ فالكون معاه اعظام. ايوه الحرس الوزاري. الحرس الوزاري اخلص راح قل له خلك عند الباب لا ترفع صوتك. السكيورتي من تبغى السكيورتي؟ والله يوم اكل الوزير. ايه السلام عليكم الوزير. يقول زورونا مجددا يا نصاب. متاكد من الكلام هذا؟ نصاب 100% اكذب. نصاب تفضل والله لا يهينكم. طيب يعطيك العافيه. نصاب اجتماع تعالوا بعد ثلاث ساعات. نصاب نصاب كلام المدير. ان شاء الله انه يطلع هذا كلام غلط اللي قاله. نصاب لا هذا مو عدل. لا يا اخي من اللي عند الباب يا صقر؟ لا هاي يقول من عند الباب. طلع عمر من غير حق المويه. حق المويه من المويه شلت الكراتين. شو يبون حق المويه؟ جايبين كراتين مويه الوزاره. اتمنى انه يكون غلطان. اي بس ارتاح ارتاح كمل اجتماعنا. طيب نقاط تاكد انهم حق المويه يا صقر. خلهم طول عمر خلاص صرفتهم حق المويه. كل تلمسوا عند الباب يمشون ما ادري عنهم معلكين ام الدنيا دول. طيب نكمل اجتماعنا طويل العمر. نقاط التدريب حلو نكمل. سلم ابو عابد كمل. حلو طيب عندك الفئات اللي هي A و B و C. هي يا وليد هذه المدربين راح يمسكون الفئات دي. حلو ممتاز. لا حول ولا قوه ورب الكعبه. لا اطلع دق وجهك انت وياه. طيب انا بفتح. لا ارتح 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 حقين المحقين المرتح ارتح ارتح دقائق بس خليك دقائق. لا طال عمرك ما تفتح الباب. يلا بسرعه بسرعه. لا انتم يا سكيورتي احترم نفسك. الله سكيورتي اعرف اتكلم انت. اسمع يا سكيورتي اسمعني. ايوه بلغ الوزير في حال انه خلص اجتماعه انه يتصل فيني بشكل ضروري جدا. تمام بس ايه صحيح يلا يلا خارني عرضك ثابت. يلا اثنين مع الاشباح. والله يا بابا فرحان. لا اخنك دقيقه تعال تعال انا ها تفضل خلاص وصلت لدرجه شكل الموضوع حامي مع المويه. اطلع اشوف ايش عندهم هنا. طيب عمر ايش الصوت؟ ليش الصوت؟ هل 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 المعذره معليك بس هذا لسانه طويل. فالكون صحيح هي مرتين. المره الاولى قال وزير مشغول ما عنده مشكله طلعت. الان رجعت وجالس يطول لسانه. في لسانه هذا طول بمسكه بمسح فيه الارض. يا صقر 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 ايش صاير؟ العمر قاعد يقول لي سكيورتي. ذا وش لي سكيورتي؟ طيب صقر تعرف من قدامك انت الحين رئيس الحرس الوزاري. عارف من قدام الاحترامه بس اقعد يقول لي معليك. انا عندي سؤال. المره الاولى قلت لانك مشغول. لا
لكن وين حقين المويه؟ نزل المويه ومش لحظه لحظه، انت ما قلت انك مشغول المره الاولى؟ لا يقول فيه حقين مويه وجاب مويه وما ادري ايش. تكذب علينا يعني؟ العمر اي العمر تقول دقيقه قبل شوي. الا تقول دقيقه قبل شوي انت. انا اللي قال دقيقه؟ انت قايل لنا تعالوا بعد ثلاث ساعات، الوزير يقول لنا تعالوا بعد ثلاث ساعات. اجتماع عندنا اجتماع مهم يا اخي. هل قلت له انت تعالوا بعد ثلاث ساعات؟ لا لا انا بس قلت له دقيقه، بس ما هو قصدي لك انت يعني، ولا حد اللي كان يطق الباب. طيب كيف هو ايش قال لك معليك؟ ما ادري وين حق المويه الحين يا صقر؟ تحت نزل المويه ومشى. لا ما كان في حد حق، في حد حق مويه يا جماعه؟ نعم باب العزيز ومر في حد حق مويه؟ ما شفت حق مويه. لكن قصدك انا حق المويه. ما ادري. ها؟ جبتوا معكم مويه انتو؟ ما ادري الصدق صراحه، شوف في واحده من الثنتين، انت يا انك لسانك طويل يبغى لها قص، يا انك ما انت في عقلك. طيب طويل العمر كان هذا مو مكان نقاش، خليني اغلط عليه. انتم الحين في المبنى العليا. غير صحيح لو غلطت عليه. المعذره يا معليك، المعذره. خلاص خلص اجتماعك معليك وبنجيك. طيب انا تقريبا بخلص قريب، ما عاد بقى شيء. ممتاز. بس تفضلوا في المكتب استريحوا على بال ما نخلص. تمام. يلا تحيه راكان سكاي سبسكرايب. تفضل استريح استريح. ومن اللي معك؟ معاي تفضل صقر صقر و تفضل ومارشال تدريب على يدي طويل العمر. هذا اول شخص. ادخل ادخل صقر وتكثر الكلام. طيب وين اللي خلفك ذولا؟ الان بقول لك من خلفي، بس هذا اللي عند الباب بس انا طويل ترى بزياده عن اللزوم. هذا نائب رئيس وينج. مو هذا هذا نائب رئيس ايش؟ رئيس وينج الانترسبتر حق القياده المركبات. ما عليك مو عندي بسيط، هو فيه شويتين. طيب عبد العزيز النائب اللي ورا. ممتاز. نائب ماستري جارد، وعندنا بعد مارشال يكون المساعد حاليا، لكن في كذا امور لازم نطرحها عليك قبل لا يتم اعتماد اي امر. طيب اجل استريحوا في المكتب. ممتاز. تمام. لين بس اخلص تمام. لان ما عاد بقى الا جزئيه بسيطه اخلصها مع خلاص ننتظرك هنا اجل احنا. يلا تمام بس عطني. لا تفضل راح المكتب مكتب. طيب. في اي وقت فالكون اي وقت تبي تدخل ادخل بدون ما تطق الباب. هذا مكتب تحت امرك مالك. خلو قلب حجي موي. متى صرت وزير يا غالي؟ وش اللي متى صرت وزير؟ شاي راح جيب لي شاي. شوف يقول يتكلم على سلوف، وش قاعد يقول لاسكري؟ شلون سمعت؟ حاطه قهوه عنده. والله انك تعقب وتخسني لفصلك والله. اقلع منك. انا اقول لازم اسلم تقول لي وش اللي ثبت بينهم. خلهم خلهم حيلهم بينهم. بسم الله بدي سالم مكتبي. اذا الان ما غلط ترى حتى مكتبك صار مكتبه ترى لساني طويل. يا صقر صقر هلا ان جاني قريب هذا يا ابني ساتر يا اخي ابو صابور يا اخي ابو صابور الله يسعدك يعوض عليك اضعاف اضعاف. شو قال 50 يا عيوني والله لا يحرمنا منك والله اللي جالس تسويه مره شيء كبير اقسم بالله اللي جالس تسويه مره شيء كبير الله يسعدك والله العظيم انه كثير مره يا ابو صابور راكان ابو صابور اقسم بالله اي لاف يو والله العظيم جسونه مره كثير الله يسعدكم يعوض عليكم اضعاف اضعاف يفتحها في وجهكم صديق يا اخي الله يسعدكم صديق الله يسعدكم الله يسعدكم الله يسعدكم والله جسونه مره كثير الله لا يحرمني منكم صديق والله يا ساتر انا ما ابغى اخلي الدخول بسهوله لازم يكون في يا صقر الطاوله شافها هو فالكون سمع عليك عسى كرسي مريح بس ما اسمعك معليك رفع صوتك شيء اقول عسى كرسي مريح بس قاعد طيب بس يا ابو الله يطول بعمرك تاكد اي الله يسلم جميل اي ابشر بي ابشر بي تستاهل ولكم ماشي اهلين وسهلين انت طول العمر اجلس يلا بسم الله كم كم الحين كرشني كل طيب تقول قديمه بس يا طويل العمر يعني اعضاء طيب انا ودي انك تهدي الامور حلوين لان احنا وزاره واحده لا يطلعون دايم كذا يعني مع هذا الاستاذ هذا طيب خارج المبنى هذا لان هذا مبنى محترم ابشر يا طويل العمر اسلم يا ابو عابد وين وصلت يا صقر؟ انا للتدريبات يا طويل العمر من الدرجه الثالثه والثانيه والاولى اي حلو ممتاز طيب جا جا جا. حاليا
قم قعد زين بعد زين قدامك الوزير يقول لي الحياة غبي يا للحياة انت احا 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 العمر عادي يا صادر شكرا سبسكرايب اقول للسفهائي سلامة كله مع السلامة سلامة طيب ابو عبد استمر المواضيع المواضيع والله العظيم فوضى المدربين اللي راح يعطون اسمائهم المسؤولين جميل جدا هذول راح يسلمون الافراد اللي تحتهم حلوين وهم اللي يدربونهم يعطونهم القيادات تبعت احنا نحتلو وجود الوزير ما ودنا ندرب جميل جدا احنا وش شغلتنا احنا ندرب المدربين طيب عشان الموضوع يسهل علينا ويصير اسرع صواتكم له انتم رجال يا ابو فالكون دامنا عندي بعد ما يطلع من هنا تفهم ابشر اسلم يا طيب وعابد بسألك الحين حاليا هل من متى تقريبا تبدون الدورات هذه؟ هذه تقريبا اتفقنا شركة الشاهي شاهي بما ان المسؤولية بتكون كبيرة من عيوني جابر ومو بعد البث في وسط البث بكلمك فان شاء الله من الخميس بنبدا ندرب ال طيب هل المسؤولين عشان نخليهم هل المسارات جاهزة حاليا؟ حلو المسارات جاهزة لكن مو بجاهزة هنا للأسف باقي بنجيبها هنا طيب وش اللي باقي لها؟ باقي ننقلها بس نجيب الأقماع طيب احتاج اني اشوف على الاقل لو مسار واحد بس للاسف انه كلها موجوده الاقماع باقي في الطياره ممتاز طيب جميل جدا هل من عيوني قابل من عيوني طيب هل ممكن حاليا انكم تجهزون اي مسار بحيث ان يختبر جوده المسارات خلال ممكن معكم ساعه في حاجه ثانيه انا طلبت من الوزير وباقي حاليا والله يبي له وقت وعابدي انت قد ابو عابد بس نحاول اذا قدرت او اننا ننسخها ان شاء الله سالفه الوينجات نقدر ننسخها نقدر ننسخها ايش اسمها بس خلي جميع الاشخاص اللي دخلوا حاليا في الوقت الحالي عندك اسمه عشان يجيبون الوينج بي دي تريننج عافية على التلميحات اشترط على الكل اي جميل اي بي دي تريننج وينج سوات وينج ما راح تحصله موجود هنا اي دقيقه بس هي وين كانت في موجوده طيب تقول لي الانترسبتر كانت موجوده في هل هي عندنا في الشبكه المحليه او الشبكه الخارجيه ولا هي عندك في الشبكه الخاصه فيك هناك مجله لا الشبكه تبعتنا الخاصه فيك انت لا المحليه اي يعني في الشبكه التجريبيه ايه نعم دقيقة الزبدة اكمل لكم ف لازم خلنا ننسخها ثواني لا الله يكسرها ايه خلني اجيب المضمار ثواني خلنا نشوف وينها 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 الريس 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 لي الحياة والبوكس ما فيك لي الحياة ما فيك لي الحياة تضرب الرجال قدام الوزير الله لا يعطيك عافية يا أخي ذولا أقسم بآية الله خلاص نخليها بعد البث بعد البث نخليها خليها بعد البث شوف يمين ما بدأ فكري خلاص أنا شو صاير شوف شلون يتكلمش في صقر 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 شوف ايش سوى تعال يا معليك معليك شوف ذا هذا قدام شوف معليك تعال صقر شلونك تطلع من المبنى الوزاري ممتاز وعابد ما اساسيات المبنى الوزاري شكله يجهلها نهائيا يجهلها تمام تدريبات يا طويل العمر هذا اللي غلطان ما احب الكلمه اللي قالها تدري يا طويل العمر اي بس معليك معليك بس ما بي ما اشوف انا زين ادب عابد طيب علم ادب ايش شوف هذا اول شيء خله يعرف يتكلم مع مين بعدين ثاني شيء انت متاكد منه يا ابو عابد تبي شوف 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 يا طويل العمر نكون مع الحق اي بس انت وش الرجال هو اللي بدا يغلط عليه هو رجع غلط عليه رد الغلط بالغلط هذا اللي صار طيب مو بهذا مكان لرد الغلط ولا هذا مبنى وزاري كيف هذا مبنى وزاري صحيح مبنى وزاري لكن انظر الشيء هذا وش رتبته اللي بدا بالغلط رئيس حرس طيب رئيس المفروض يعرف ما يعرف قوانين المبنى اي بس برضو هل هذا يحق له انه يرد الغلط بغلط هنا؟
ما يصلح. وحتى هو طيب هل يحق لنا يغلط؟ كلهم بيتحاسبون، بس انت من طرفك صقر وانا من طرفي فالكون. بس تم. يلا. جواكم والله ما قصرتوا وجايكم، بس عطني رقمك ما وصلني ترى. رقمي انا؟ اي ما وصلني. بدق عليك دقة شوف. اي وصل. لود سكن. اخيرا ضبط وجهي، اخيرا ضبط وجهي، اخيرا. يلا جواك والله. و تمر شيء؟ لا سلامك، بس قلت لي وش اسمه هو المسار؟ بي دي تريننج. يلا. بي دي تريننج 1 و 2. بيض الله وجهك والله، تراك يعني محلو والله. وش الحلاق اللي محلق عنده؟ حلاق تحصله في غرب لوس على زاويه كذا طارف. ما شاء الله. يلا قواكم والله، قواكم والله. الله يحفظك، توفيق. الحين فالكون وينه؟ دقيقة، الحين فالكون وينه؟ ممكن افهم؟ وات؟ وين راحوا هم؟ وين راحوا؟ اسقط، اسقط، من اسقطه؟ من اسقطه؟ من اللي اسقطه طيب؟ خلاص خلاص خلاص، حمدونا قم دونا قم دونا قم دونا قم دونا نقل دونا قم دونا نقل دقيقة دونا نقل دونا نقل دونا نقل تقول من أسقطة أخي نسينا نسينا شاب خلاص خلاص هدوا هدوا بس في واحد هنا منه ابو عابد اوكي والعسكر ثانيين نكتب تنكب العالم يا تركي كيف بدهم بغلط طيب عندنا فالكون يبدا بالثمانية الكول ساين حقه المفروض مو ثمانية قصدي تسعة وينه وينه فالكون 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 وين فالكون؟ أحد أنا أقصد لما أقول وين فالكون أقصد هنا أنا دورة لحد يكتبلي بالشات وينه يرحم والديكم الحين يقولي عند المستشفى يرحم والديكم لا هدوها هدوها أنا جالس أدورة هنا ثواني سجل خروجه أما إي والله سمي واحد طيب مين كان مع كان مع المارشال كان مع عبد العزيز صح؟ كان مع عبد العزيز وكان مع كان مع عبد العزيز وكان مع زياد بس ما ادري شخصيته عبد العزيز عبد الله 335 335 هذا كم يونته؟ دقيقة 335 اتوقع انه في المستشفى 335 اي والله في المستشفى بسم الله على بركة الله يا عيال الموتر يطرب الموتر رهيب بسم الله خلنا نشوف مدنيين يبعدون عنك يب يبعدون عني مدنيين دلع السلامة يا فالكون يلا انت حيك الله عليك كيف امورك الله يحييك والله ما ادري مصدع شوي الله يطول بعمرك تفضل تفضل معي بالسيارة فورد حقت مين؟ سيارتي صايد روحك السلام عليكم. كم السلام ورحمة الله. سلام يا راشد. هلا هلا. ما شاء الله وش الطقم زين. هذا بايكين الطال عمرك ترى تفقد الأحوال.
شم الريحة واتمرن. قواك الله. عاد ابعد عن الكربون والسيارات هذه. ايه خليك حوالين المناطق العامة والسياحية. يلا قواك الله. قواك الله. بالتوفيق بالتوفيق يا فهد. معليك في موضوع لازم اخلصه انا حاليا. موضوع سريع ان شاء الله ما راح اطول فيه. ايه موضوع ايش بس؟ والله انا ما عمري عارفني. طيب طيب بعد اعرفك عليهم بس قبلها بس اذا سمحت لي. وش اللي تحتاجه؟ From 9901 to صقر كيف تسمعني؟ From 901 to صقر وش تحتاجه فيه؟ دسباش تأكد لي موقع 901. معليك في موضوع جدا كبير صار. أيوة. الآن تو ينبوني فيه الشباب. وش صار؟ وأنا جالس بالمكتب. حلوين. تذكروني كنت غلطان يا جماعة بشي ها؟ شرك بالحرف الواحد. وأنا كنت أكمل وأنا بقول لك. أصبر. المهم إنه وأنا جالس بالمكتب حاط لي ضربة من وراء راسي على كلام الشباب إنه جاني من وراي صقر وضربني. أيوة. وغمى علي ضربة كذا غير مباشرة من وراء ظهري ولا أدري إيش سببها الآن وبتأكد منه. ويقولون إنه قام يركض بعدها. إيه. يعني هو ضربه. صحيح. طيب. صحيح يعني. هرب هرب حتى يا معليك إن طلعت لقيت إنه مكلبشين صح؟ أيوة. إيه كلها سب. كلبشكم بعد؟ طيب. لا. طيب شلون تركتوه طيب أنتم؟ كلبشناه إحنا مسكناه إن جيت قلت فكوه. ما علمتني طيب قلت لي إنها سقط فالكون. كيف تفكه تكفى كيف تفكه تكفى يا مرشد؟ مو بنا أنا اللي رحت له أنا نقذتك اللي فكه عبد العزيز. مني. أنا عزيز ليش ما بلغتني طيب وقتها؟ طال عمرك ثاني توجيه من الهاي كوماندر وانا 7 اني افك هو اللي فك اقصد مو انا اللي فكيته. طيب انتم متاكدين ان متاكدين من الشيء هذا؟ طيب مواضيع زي ما فيها مسح يا معلم انا ومارشال طال عمرك كان يعطينا 107 شوفوا لي موقعون انا منصدم انا منصدم من موقع انا منصدم من الموقف هذا انه صار في مكتب معاليك الهيد كوارتر معاليك. طال عمرك في حاليا متواجدين في ام ار في دي مشرب الاستبارتمنت هو ابو عابد صحيح؟ احتاج اسجل دخولي انا. بسم الله وبركة الله. والله اكبر يا انفجار. راح سجل دخولي وجهكم. شوف لي صقر على الطريق. الشات عندك كويس يا ابو عندي ارحب ابو صالح شكاري سب شهرين اهلين وسهلين. تدرون الحين ان السبسكرايب دعم للستريمر اعلى من الدونيشن؟ تدرون لما تدرون؟ تدرون ولما تدرون؟ ان ان سبسكرايب الحين اعلى من الدونيشن. يعني لما تدعم ستريمر سبسكرايب اعلى من الدونيشن تدرون؟ لا بعد حركة تويتش الجديدة هذه زي كذا نظام اعلى. يعني بدال لما تعطيه انت سبسكرايب حلوين حلوين لما انتم بتعطيهم لما ارحب يا بي ار 3 ايش قاعد على الريسب هذا الشهور يلا نتحييه. اوكي لا شف هذا قبل يا ساتر يا سير فايز شكرا على الخمسه قلت سب. يا اخي الله يسعدك يا سير فايز كل الخمسة قفت سب يا عيوني والله يعوض عليك اضعاف اضعافه. وبي ار 3 شكرا على الريسب ثلاث شهور. شو كان في صوت بس هذا ايش صوت ايش؟ ابو ساطور شكرا للقفت سب ايس مستر دقيقه مستر ايش مستر شلبي شكرا على القفت سب مستر شلبي
اكس عمور شكرا على الريسو 3 شهور اهلين وسهلين. صح احمد شكرا على الجيفت سب اتس ماريو. ونات نات ونز شكرا على الريسو سبسكرايب اتوقع بريميوم. الله يسعدكم يا ساتر ليفل 3 وصلنا بال الله يسعدكم الله يسعدكم صدق عوض عليكم مضاعف ضعفها عليك. اي نعم يلا تحيي صقر هذا هو قدامك. هلا يا طلع عمر في سب الله يسعدكم مقسم لنا كثير دقيقه برجع لكم وافهمكم. سيريوس شكرا على سب 5 شهور. صقر ايه اسالك سؤال واحد تفضل. هل انت سقطت فالكون ضربته من ورا راسه مكتب؟ صحيح. سبب؟ كلمه قالها. وش الكلمه؟ تنرفزني الكلمه اللي قالها جدا جدا. اذكرها؟ ما راح اذكر يا طويل العمر. هو يعرفها و... لا ما اعرف انا طالع من المستشفى. اذكر اذكر الكلمه اللي انا اذكر الكلمه ما راح اذكرها يا طويل العمر لاني ما قلت شيء يا معاليك لاني ما قلت اذكرها يا صقر. انا اعتذر يا طويل العمر ما اذكرها. السبب هل هي كلمه يعني ما تنذكر؟ لا لا عادي تنذكر في اي وقت عادي بس ان انا تنرفزني جدا. طيب تقدر تكتبها طيب؟ لا يا طويل العمر ابدا اجدد لاني ما عليك اختصار انا ما قلت شيء متاكد لأن الرجال يقول لك ما قال شيء. ذكرها يا عادي طول العمر مو الشخص شاق قدامك وضربني قدامك بعصا وما قلت له شيء. طيب انا سقطت من وراك. طيب وش الكلمه يعني اللي قالها هو؟ انا اقول لك هو الشخص اصلا ضربني قدامك يعني ما شفتك قلت شيء يعني. طيب انا هو رئيس طول في عمره. طيب انا بلغته انه يبعد عنك وما عاد يضربك مره ثانيه. خلاص طيب انا يعني رديت عليه بس انه الان انت تاخذ حقك بيدك بعد اذنك معليك بس اسمح لي انت الان لا لحظه لا تقاطعني خليني اخلص كلامي ثم بخليك تتكلم الان انت يا عسكري تروح تاخذ يدك قدام مكتب قدام الوزير وفي مكتبه بيدك وتسقط رتبه اعلى منك وتجي الان تقول الشخص قال لي كلمه والكلمه ما حد يدري وشي حتى انا ما ادري وشي وما تبغى تقولها تندو طال عمر وش الكلمه طيب يا صقر اذكرها اذكرها يا صقر كلمه طول عمر لبيه دقيقة بس اذكر الكلمة طيب يا صقر اسف طول عمر ايوه تفضل هي طول عمر الكلمة الكلمة ما بيذكرها ثانيا يعني الشخص انا اعطيك امر الحين يا صقر ابدا انا اعطيك امر الحين انك تذكرها الكلمة يا طول عمر لا تجبرني على الشيء هذا ما بيذكرها انت امر عسكري امر عسكري صقر هذا ما بيذكرها انت تعرف السبب ما بيذكرها تحتاج انك تتحول لمحكمة عسكرية يا صقر ولا تبغى نحل الموضوع اللي تبي يا طويل العمر اللي تبي يا طويل العمر طيب اذكر الكلمه عشان ما تتحول محكمة عسكرية يا صقر يا طويل العمر انا ادري بس خلاص طيب يعني اذكر الكلمه قلت لك انا ما ابي اذكرها فارسلها لك يا طويل العمر شوف جوالك ارسل لي اياها يا ليركس بسرعه وش الكلمه اخلص يا خلنا نشوف when you say you love me يا ساتر زيد هالوجه سوالات طيب هلا حضرت الرايد نبدا في المكتب استواني ثاني فالكون تفضل جايك بس هي انت الزبال ولكم وائل يلا نحييه اروح اطقم هنا هنا يا فالكون صقر انتظرني صقر سم هل شفت الكلمه ايش قال هل قصدتها ولا ما قصدتها وش هو انا ما اذكر قلت ولا كلمه وش الكلمه هو ما يبغى تطلع بسناب يا قليل الادب صادق اي والله طيب تسمح لي اكتب السناب حقي اي وانا بكتب حقي وبقول يا ساتر ايش قلت انا ثواني بالله ما
بسم الله مشينا مشينا يلا انت حيهم ويلكم باك. تعال يا صقر تعال تعال المكتب صقر خلاص الموضوع انت الموضوع بسيط. الو شحله ما عليك تعال صقر بس تعال معي انت وفالكم بسيط جدا لا حد يدخل غير باك. اول شيء تهدي يا صقر وتهدي يا فالكون الامور بخير ان شاء الله. عمر انا مهدي الحمد لله. ابي اجلس موت الحمر. طيب صقر استريح يا فالكون. يلا هيا والله صقر ضعيف اليوم جام ما ذحت ولا لما شحت ما ذحت الكافيتيريا بس اصواتكم بس لا انتم اصوات. طيب يا فالكون صقر اللي صار يعني سواء انتم اول شيء اثنينكم كبار في الوزاره فالكون رئيس الحرس الوزاري وايضا صقر انت نائب رئيس وينج الانترسبتر فاللي صار يعني ما حد يرضاه في مكتبي خاصه صحت انه بدر غلط لكن اللي صار انه من ضرب الى اخر شيء هذا ما نرضاه يعني خصوصا في مبنى القياده العليا في الهيد كوارتر شيء هذا يعني تقولون محرم دوليا الشيء هذا يصير فالاجراء اللي راح يتخذ راح تتحول الى محكمه عسكريه خاصة جدا ما راح تطلع في اي سناب والى اخره راح يتم اتخاذ الحكم الصادر بحق يا صقر علم علم الموضوع بسيط جدا يلا الله يحفظك توفيق يا صقر يلا اتمنى الشيء هذا ما يتكرر بينكم وتراكم انتم اخوان قبل كل شيء ابشر ابشر ما عليك ابشر عشا خلصنا يلا يلا قواكم الله يحفظك ابو عابد الله يحفظك يا سلام ورحمه عليك صافو انا الشيخ خلاص كثير النفوس طيبه اي والله الحمد لله انت منين؟ انا فالكون وين يوم صالح اي هلا يا ابو عبد الحين صقر ترى ما عنده بادي نمبر للحين ايه نعطيه حطها ال ايه منو دقيقه هذا لوتنت 2 انت ولا لوتنت هو يا اخي ابو صالح هاي فايف الله يسعدك ويعوض عليك اضعاف اضعاف والله اني جايك بس دقيقه جميل 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 جدا ماركو دقيقه ابو صالح والله نجيك دقيقه طيب ان شاء الله ان شاء الله الله يوفقكم ان شاء الله خلني اراجع موضوعه بس الكول ساين حقي الحين راح يكون 233 تمام عفوا 233 حلو 223 او 222 تحتاجه 222 اي صحيح تقدر تبي 222 حلو 222 حلو يلا 222 يلا الله يحفظك لا يقعد عليك صراحه يعطيك العافيه يلا الله يحفظك بعد طويل العمر حاطيني غلطان تدبون علي يلا الله يحفظك يا صقر يا رب ما الله فاهم بعدين طول العمر يا اخي صقر يلا انت حي ابو صالح الله يسعدك ويفتحها في وجهك وين ما تروح ما ادري كم وصلت لكن تعدينا 500 جفت سب اللهم لك الحمد يا اخي الله يسعد هالوجه دقيقه كم وصلنا جفت سب الحين 500 وكم الله يسعد هالوقت صدق يا ابو صالح ويعوض عليك اضعاف اضعافه خليني اشرح لكم وش فائده السب تمام السب نظامها ايش ما عليك فضيت نبغى نتكلم بموضوعنا الان اي بالضبط بس عطني 60 ثانيه اقل يلا لك الان 60 ثانيه بعدها ترى بحاسبك ايش بعدها بحاسبك يعني محاسبه الوقتك بذهمين من ذهب ولازم نحفظ وقتك انا مسؤول عن وقتك الله يطول بعمرك يلا بس تفضل مو بحارج مسؤول عن هو حارس اي هو حارس مسؤول عن جميع ما يقوم به معاليه الوزير ويحارس احرسها من الالف الى الياء احرس وقته احرس جميل. بالميدان احرسها بالمكتب احرسها حتى بالفراش تفضل معي يا اخي طيب اسمع خليني اشرح لكم نظام السبسكرايب تمام السبسكرايب لما تعطي ستريمر انت ناوي تنفصل اليوم يا والله نظام الراس وجعتني الله لا يوفقك الحين حلوين السبسكرايب لما يجيك 5 دولار صح انت تدفع يا الستريمر المتابعه 5 دولار عشان تشترك اوكي خلينا نقفل دقيقه عشان اشرح لكم سريع سريع هذه مره شيء رهيب كيف تدعم اي ستريمر يجي الستريمر دولارين ونص اذا هو مفعل حقه التاكس طيب دولارين ثاني وين تروح تروح لتويتش التويتش وش سوى الحين قال شفتوا عدد السبسكرايب شيء نقص عدد السبسكرايب صار 470 كنا 500 قبل شوي طيب خلينا نفرض انه 500 تمام خلينا نفرض انه 500 تمام يوم 31 كنا نهايه شهر يشوفون كم عندك توتال سبسكرايب حلوين وكم توتال بيتس جاك حلوين حلوين خلينا نقول جاك 500 سبسكرايب اوكي اوكي
خلنا نقول جاك 2000 خلنا نقول مثلا 10000 بت اوكي شو يسوونهم نهايه الشهر يا سعد هلوج يا ابو ساطور الله يسعد هلوج الله يسعد هلوج صدق الله يسعد هلوج يا ابو ساطور لنا كثير مره بس خلني اشرح لكم شفتوا 500 سبسكرايب والله الله يسعد هلوج يا اس ار تي الله يسعدك يعوض عليك اضعاف اضعاف خليني اشرح لكم اياها حلوين نص قيمه السبسكرايب اللي تجيك والبتس يقسمونها على اثنين يعني جاك من السبسكرايب والبتس خلينا نقول مثلا 3000 دولار حلوين الشهر الجاي تويتش نفسه بيمشي لك راتب 1500 دولار بس بشرط واحد شفت ساعاتك الشهر اللي راح مثلا انت بثيت 40 ساعه الشهر هذا تبث 40 ساعه فهمتوا يعني السبسكرايب الحين مره مهم يعني انت مو تدعمه بس لا انت تزيد راتبه في تويتش يعني لو مثلا وصلتوا مثلا الستريمر اللي عندكم 1000 سبسكرايب او 2000 معناته 1000 حلوين سبسكرايب تويتش هو بيدفعها له نهايه الشهر فهمتوا علي كيف فهذه زي البونص اضافه من تويتش صارت الحين تعطي الستريمر زي كذا يعني شفت مثلا عندك 500 سبسكرايب هم بيعطونك حق نص السبسكرايب ففي قنوات كثيره الحين مره قفلت الدونيشن في قناتها وخلت بس الوضع سبسكرايب ليش لان السبسكرايب صار زي الراتب يعني تويتش ممكن يعطيك ريال واحد راتب نهايه الشهر ممكن يعطيك 1000 دولار على حسب ايش على حسب عدد السبسكرايب اللي عندك في القناه حلوين يعني راتبك في تويتش يعتمد على عدد السبسكرايب في قناتك يعني عدد سبسكرايب 500 تويتش يعطيك راتب 250 دولار شكرا على السبسكرايب نواف جدا شيء جميل ياب جدا مره شيء اسطوري مره شيء اسطوري كل ستريمر فرحانين الحين فيه يعني الشهر هذا شوفوا كل ستريمر الى لين يوم 30 نهايه شهر حلوين لين يوم نهايه 30 شهر خلاص هنا تطلع فاتوره الشهر اللي راح فاغلب الستريمر الحين احنا كم تاريخ اليوم 27 معهم 3 ايام يجيهم سبسكرايب حلوين يجيهم سبسكرايب او اي شيء وتنحسب لهم ضمن البونص يعني الحين انا راتب الشهر الجاي باقي 3 ايام ويتحدد كم راح يكون راتب الشهر الجاي هل هو راح يكون مثلا خلينا نقول 500 دولار او 600 دولار او 700 دولار فهمتوا علي ارحب اكس ابو عابد بس اللي معهم بارتنر اتوقع الكل اي واحد مشغل السبسكرايب معه الكل فمره حلوه الحين اغلب القنوات ترى اذا تبغى تدعمهم ادعمهم بالسبسكرايب حرفيا يعني لا تسوي دونيشن سو سبسكرايب يلا بسم الله عليك صارت 60 دقيقه اي نعم بس انت عارف لما تاكل بتبلع ايه. فهمت ايه يا رب ممتع الله يعز ارضك صدق اشوفك حاطني على كتفك يا ام عليك ولا انت غلطان ولا
انا حطك بعيوني ما هو على كتفي بس يا تاج راسي الله يطول ابو صالح الله يسلك يعوض عليك ضعف ادعوا له يا شباب ادعوا له ان الله يسعده يعوض عليه ضعف ضعف. طيب الحين تقولي من نائبك راح يكون هل هو بس طيب الان المارشال بس ابعرفك الان على الجميع بس ابغى ذهنك صافي معي لان الكلام اللي بقوله كثير انت عارف ان صفوات الذهن ما تعتمد علي انا ذهني صافي لو تبغاه معك 100% فهمت علي فانا ما اقدر انا صافي معك الان مركز 100% تفضل ممتاز جدا دامك صافي معاي الله يطول بعمرك الله يطول بعمرك خليني اقول لك الان ايش اللي صاير معاليك الله يحفظك لنا ان شاء الله حمايتك مهمه وحمايه الوزاره والقاده العليا مهمه جدا اكيد لان انتم اساس الوزاره هذه اللي انت عارف فهمت علي فانا جالس اشتغل لك على شغله احتاج منك فقط انك تعطيني الموافقه التامه بحيث يكتمل عندنا كل شيء الله يطول بعمرك ويحفظك لنا ان شاء الله فباختصار شديد ومالي بالطويل عليك الان عندنا فمينستري جاردز ثلاث اساسيات قاعدين نحاول ناسسها بشكل مناسب ونثبتها اللي هو الرئيس ونائبه والمساعد ممتاز النائب راح يكون عند عبد العزيز بيكون ماسك القطاع من ناحيه التنظيميه الله يسعدك الوزاره والى اخره ومساعد الله يسعدك يكون عند مارشال والاشراف الكامل علي انا تمام تمام اللي قاعدين نسويها الان احنا عندنا مشكله وقاعدين نشوف لها حل اللي هي ان دخول القطاع مو على اي شخص لازم تكون عندك وينجين اللي هو وينج السوات وايضا وينج يا انترسبتر اللي هو حق القياده او عندك الايرشيب اللي هو حق الطيران لكن المشكله الكبرى شاب ادعوا لابو صالح كلكم تكفون حاليا وما في احد باستطاعته انه يقدم عليه الى اجل مسمى فراح نسوي استثناءات ننتظر تعطينا الموافقه عليها اللي وهي الان سبسكرايب يا عيون ان يكونون في اشخاص معينين يكونون مثنى عليهم من قبل القاده ورؤساء القطاعات وتكون اسمائهم تندرج ونقدر نقدمهم وبشكل رسمي ونحط اسمائهم وما راح نكثر العدد بحيث انه اول ما يفتح القوات الخاصه تقديم الاختبارات او صالح اي شخص قدم اسمه ودخل تصير توب 3 ابو صالح راح يخضع الى الاختبار مره اخرى وتتم يتم تثبيت اسمه فالاسماء اللي احنا حاطينها مبدئيا هي عباره عن 4-5 اسماء جميل. تحت الرئيس ونائبه هذه الاسماء راح تدخل مبدئيا في حال انك تكتلي عليها راح اخي اقسم بالله احبكم والله العظيم انك تكتلي عليها راح نثبتكم بشكل رسمي أفضل. وشو حاليا بما ان وينج السوات مقفل راح تدريبات السوات كامله راح نحطها عندنا راح نختبر هذا ممتاز اشتغل على النظام واي شخص بيقدم راح ندخله مباشره واذا اجتاز يكون اجتاز الوجه هذا يعني اذا هو مدخل اختبارات ساتر يا ساتر ساتر كان معك عبد العزيز اللي ورا اللي هنا بي الله يسعد هالوجه صدق الله يسعد هالوجه يا ركان يعوض عليك اضعاف اضعاف العزيز عبد الله مره الله يسعد هالوجه الله يطول عمرك الله يسعد هالوجه يا ركان والله جسمي مره كثير العزيز العزيز فرد عندنا طال عمرك الله يسعد هالوجه صدق يعوض عليك اضعاف اضعاف الله يسعدك الله يسعدك الله يسعدك انت غيرت اسمك في الاحوال المدنيه على الاسم الجديد ايوه هي جون صعبتها علينا يا جون نكنيم عبد العزيز ايش رايك باقتراحي يا فالكون انه يكون تدريبات خاصه مثل تدريبات السوات تدريبات ثقيله جدا معلي. وبعدها ندخلهم اياه وندربهم اياه واذا اجتازوها يدخلون ممتازه ممتازه برضو ممتازه يعني يعني نعتمد سالفه ان الاختبار راح يكون نفس اختبار السوات بالضبط فيكون على اسلحه ثقيله وعلى النزول من فوق بالحبال والى اخره فيكون تدريبات قويه جدا وشديدة يعني وتستمر للثمان الميدان نحتاج
يكون في لبس واضح للميستري جاردز نفسه نفس السوات ونفسه نفس القطاعات الاخرى بحيث انهم يعرفون انهم حاليا هم بشفت الحراسه الوزاريه او الان دوامهم بيكون مع الوزير. طيب هل تفضل ان يكون لون اسود او لون مفصل غير اسود؟ والله الالوان مي مهمه مره، لكن افضل شيء انه يكون مختلف عن اللبس العادي. جميل جدا، لان هذا اتوقع انه حتى السوات ولا صحيح هذا يكون هذا للسوات، لان لو كان لبس عادي راح يعني المواطنين والمدنيين والاشخاص اللي بالمدينه والله يسعدك يا ركان يعني والله يسعدك يا ابو سطور يا اخي اقسم بالله جسمك كثير مره اقسم بالله في قاده عليا في وزير تحاول تستحق تقرب الى اخره من كلام قدم والله انك ترحب اجل تم متى ودكم نبدا في التدريبات ان شاء الله والتقديم وتعلنون ان تم فتح باب التقديم باذن الله بحاول اخلص الموضوع اليوم مع الشباب ان شاء الله بشكل رسمي ونعلن لهم واقرب باقرب وقت راح نبدا الاختبار علي الله يسعدك شكرا على اللي بيساب بشهرين راح نقبلهم بشكل رسمي يا اخي احبكم والله لازم تسوون مره شيء الله يسعدكم على وضعكم بحيث يكون عندهم اطلاع تام العمليات في المركز اخي احبكم والله العظيم حال طلبتوهم على طول يتوجهون لكم بشكل مباشر جميل جدا بس في شيء لازم تنبني عليه تفضل اسمع لما تنك تركز يا اخي اقسمت لي اطلع قبل ما تمير الفاطور نقول أول إنه ما يحتاجونهم في حال إني تواجدت إنهم ينتظرون توجيه أو أحد يعطيهم توجيههم يتواجدون معي. جميل. أما القادة العليا في حال إن أحد طلب منهم الحضور يحضرون معه. هذه. أكرري معليك معليش. في حال إني أنا تواجدت ما يحتاج إنهم ينتظرون يطلبهم. ممتاز. مباشرة يتوجهون لي. ممتاز. ثاني شيء في حال إنه كان أحد القادة يحتاجهم يتوجهون له لكن ما يعني ممتاز. الوزير يتوجه له مباشرة بدون إذن والقادة ممتاز. يطلب إذن وبعد يتوجه. طيب انا عندي كذا سؤال معليك ايه اسلم بالنسبه للاشخاص اللي بالقطاع هذا اللي هو حراس الوزاري في بعض الحالات تستوجب عدد معين هل راح يحسبون ام لم يحسب أم ولا ما بيحسبون تتوجب عدد معين غير صحيح ما يحسبون بس اذا كانوا ما يتعدون العدد اثنين او ثلاثه بالكثير الموافقين ممتاز ما فهمت عليك عدد المرافقين من الحرس إيه؟ اثنين كحد اقصى ما يتعدون لان هذه تكون الشفت الروتيني اما اذا كان في مثلا مكان تجمع او اجتماع او الى اخره فيكون عدد الوحدات كامل ما فيها اشكاليه جميل يعني اللي افهمه منك في حال انه كانت في حاله انت مباشر معاهم المسموح فقط اثنين خارج الحسبه اي نعم اذا جميل. كانت جميل. إذا كانت حالياً كدوام روتيني يكونوا اثنين أما إذا كان في مثلاً مؤتمر أو كان في لقاء رسمي فعموم الوحدات بعدد أفرادها تتباشر تكون محسوب في العدد ممتاز عندك شيء عبد العزيز تبغى تسأل تبغى تقوله أحس ما تكفي يا أبو تركي ولا وش اللي ما تكفي يا عيوني عيار القطاع الآن ولا اللي سويته يكفيه كثير مرة الله يسعد هالوجه كرر يا جون شعار القطاع الله يطول في عمرك جميل جدا ورني حاب نعرض الان ولا احسن صحيح انزل يا عبد العزيز جون عفوا موجود طيب خلينا نفتح الشعار ونشوفه يا ساتر ديمو الشعار يا ساتر هذا اي شعار الاول ولا الثاني ديم والله هذا شعار القطاع الثاني شعار الوينج ديم اقسم بالله ديم اذا ما عليكم امر بس السؤال الوينج هو الان صار في احداث تدخل هذا القسم او هذا القطاع ولا هو شيئين يختلف الوينج هو شهاده الله يطول بعمرك يا عمي هي عباره عن لا الوينج هو يجيك بعد انت ما تمر في الاختبار حلو يا جميل جدا الشعار صراحه اشكركم على تصميم الذوق الحلو هو في لون ثاني اتوقع تضبط بعد اللي اللون الذهبي ايوه ورني ايه في راح نعتمد الذهبي ايش والله خطير جدا ما شاء الله والله كانك داخل كود دقيقه احمد مرسليات اتوقع اذا ما خاب ظني احمد مرسلة ذهبي I'm not a killer.
اختبارات مدفعه الى اجل مسمى راح تطبق اختبارات قوات عندنا. صدقني والله انها كثيره مره. والله يسعد هالوجه يعوض عليك اضعاف بشكل رسمي. راح يتم والله انها كثيره مره قبولهم بس ما ياخذون الوينك حق السوات. يا ساتر لا قبولهم صحيح قبول فيها. يا ساتر يا ركان مستري جارد شو تسوي والله مو بسيط بتكون معايير تقريبا 300 دولار الحين او 200 او ما ادري 250 بالضبط وتنظيم الحشود بالضبط راح يتم تضبيطها وترتيبها بشكل افضل. شباب الله يسعدكم والله صدق يا ركان الله يسعدك ويفتحها في وجهك وين ما تروح والله يعوض عليك اضعاف اضعافها. الشعار الذهبي موجود؟ الذهبي اعطيتك اياه. هذا طال عمرك. اخ يا ركان نشكر عبد العزيز اشتغل عليها شغل طيب الله يسعد هالوجه صدق الله يسعد هالوجه يا ركان ويعوض عليك اضعاف اضعافها. جميل جدا جميل جدا جميل جدا يا اخي ركان الله يسعد شباب دعوا تكفون كلكم ان الله يسعد ويعوض عليها اضعاف اضعافها. طيب يا ساتر يا صالح الله يسعدك يعوض عليك اضعاف اضعافها يا عيوني والله اللي جالس اسويه مره كثير اقسم بقيت له انه مره كثير الله يسعد هالوجه صدق الله يسعد هالوجه يعوض عليك اضعاف اضعافها. يا ركان يا اخي الله يسعد هالوجه يا اخي يعوض عليك اضعاف اضعافها. دقيقة بس خلنا نتكلم واحد. الله يسعدك يعوض عليك اضعاف اضعافه يا ركان والله انه كثير كم وصل 300 الحين. بقول لك شيء ركان الله يسعدك يعوض عليك اضعاف اضعافه يفتحها في وجهك وين ما تروح صدق. حلوين ابو صالح الله يسعدك على 20 الله يسعدك على 20 قفت سب والله انها كثيرة مرة. وابو ساطور الله يسعدكم يعوض عليكم اضعاف اضعافه والله جسونا مرة كثير اقسم بالله مرة كثير 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 الله يدني عرض جميلكم حلوين. وصدق صدق والله انا ما كان ودي اصرح بس اني بصرح الحين تمام على الشيء هذا جسونا بصرح. انا بريسي كنت بروح تمام ويعني وبتكلف وزي كذا بيرسي بيرسي فجسونا الحين اقسم بيت الله يهون عنده التعب كل شيء صدق اقسم بيت الله مكتوب عندي بريسي في ال... ولا الفتره الجايه اتاكد انا من النطق معليش اتصرح وش ليش شاهد لا انا اصرح خلنا صرح لا يا جون لا تقول طيب ما راح اصرح بالضبط حلوين لكن باذن اللي ما تنام عينه حلوين مسن ان الاسبوع الجاي بيصير شيء مره خرافي يكفي جون سنه اسهل وبيصير في شيء للبحوث مره خرافي حلوين خلوكم زي واحد شوفونا سبرايز بين شكله بس يمكن احتاج اقطع البثوث يومين ثلاثه ايش هادك نضبط ترتيبات الذكي يفهم ترينا شو الذكي يفهم ايه الله يذكر ثلاث ايام يومين نضبط بعض الاشياء ضروري حلوين نضبط دائما هذا اللي يسمح فيه هذا غدر بالوزير ها انتو من هو عندنا ولد الوزير الان ممكن يفصل شن بعدين نسوي شن ما سمعت بسالفه ميسن والله ميسن هذا الله ما راح اصدق اكثر من كذا خلاص حلوين الله يسعدكم يعوض عليكم اضعاف اضعافها صدق نهائيا الله يسعدك يعوض عليكم اضعاف اضعاف والله ان ابو صدور انه كثير جالس تسويه اقسم بالله انه كثير ابو صالح بان بان
اخذ التوب جيفت سب الاول. ازي مال المسؤول بيكون عن راكان. الله يسعدك يعوض عليك اضعاف اضعافها. والله انك جالس تسوي مره يا راكان مية من في مركز القياده بيكون يا سلمك الله رئيس القطاع اللي هو فالكون ناب الرئيس اللي بيكون جون عوفا ميشن. لا شهاد تعوذ بالله لا تخلينه لا تخلينه شهاد بس عندك ما شاء الله وقفي صحيح. وقفي عندك شهاد امسكوها امسكوها يا رب امسكوها وعد يمسكها ما شاء الله. مرشال العاد ما سمعنا صوته واجد. مرشال الله يسعدك يا ابو ساطور. مرشال يناديك يا مرشال وابو صالح الله يسعدكم صدق يعوض عليك مضاعف اضعافها. سهل الطيب يا عيوني يا كيسي ويلكم يلا نتحييه. هلا والله العظيم انك ترحب. اعذروني يا الشات لكن كيسي اللي ما يعرف منو كيسي كيسي شيخ قوم حلوين كيسي شيخ ضيف مضيفينا على قولتهم. والله اني ما انسى جميل كيسي لو وش بس انا ما ادري عاتب كله اشكرك عاتب كله اشكرك يا كيسي جوالي بيدي معي ما ادري والله العظيم ما عاتب كله اشكرك عاتبك على انك ساحب على البثوث ما تدخل حتى السلام ما تسلم لما بث البث حلوين ولا اشكرك على اللي جالس تسويه. الله يسعد هالوجه انا لك والله العظيم انك ترحب ومنور سهل الطيب يا عيوني والله يعوض عليك اضعاف اضعافها. شباب ادعوا لهم تكفون ادعوا لهم تعال تعال معي يا مرشال شوي احتاجك على الانفراد دقيقه يا ادعوا لهم شباب تكفون ان الله يسعدهم يعوض عليهم اضعاف 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 اضعافها صدق ادعوا لها صدق صدق ادعوا لها كله مني يا نحر. ادعوا للكيسي وادعوا للمصالح وادعوا ل شو اسمه لابو ساطور ومكان. الله يعوضكم الله يعوضكم الله يعوضكم صدق اضعاف اضعاف يفتحها في وجهكم وين ما تروحون. لكن دام انكم واقفين معي دام هذا دعمكم باذن اللي ما تنام عينه باذن اللي ما تنام عينه كيف مور الشد ان الاسبوع الجاي باذن الله دقيقه شوي بس تشوفون شيء 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 من الاخير والله اكبر هذه وش اول مره اشوفها في قناتي والله انا اول مره اشوف في قناتي هذه ايش $50 وهذه هذا ليه تعذرني والله ابو تركي والله منشغل بالدوام امور ثانيه وانت عارف والله اني داري انك معذور لكن الله يسعدك يا كيسي الله يسعدك يعوض عليك اضعاف اضعافهم. كيسي اقسم بالله انك منور لو اتكلم فيك من يوم بكره ما وفيك حقك والله العظيم اقسم بالله اني ما وفيك حقك. الله يسعد هالوجه يا كيسي يعوض عليك اضعاف اضعافها ويوفقك ويسر لك امورك كلها ويرزقك من حيث لا تحتسب صدق. ابو صالح هذه ايش $50 متاكدين شي امها ليتها كذا طيب يبغى لها نضبط لها ليت طرح تكفى وزير الداخليه تكفى ضبطنا تكفى ضبطنا بأليرت طرح هذه كامله هذه كامله $50 تينغ تينغ هذه نغمة واتس والله لو انا مسويها لا اسوي ريفاوند دقيقة والله يبغانا نضبطها ابو صالح حقك علينا والله انا اول مرة هندعم بيتس اول مرة هندعم بيتس والله يعني شباب انا بتهاوش مع شهد بتهاوش معها تبغى تسوي جيفت وانا معي والحين شكلي بقولها تقطع العلاقه وتقطع الخوه اللي بيننا وتقطع كل شيء بيننا حلوين لو سويت جيفت انا علمتك تقطعينها كت 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 كامل حلوين شهد علمتك في البث قدام البث الحين كلهم لو يجي جيفت واحد حلوين كت كت كذا معد بلوك من كل مكان علمتك علمتك سوي نص جفت ما ينفع تجي ولا يلا انت حييه رياض ويلكم الله يسعدك يعوض عليك اضعاف اضعاف شكرا على ال تقول تخسي شهاد كت ما ودي احلف بس انها كت
قلت لك كت، انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. قلت لك ما في ما في ما في ما في ما في مره ما في انسى. تسوين جفت واحد يا ويلك، تسوين جفت واحد يا ويلك. تخسي تخسي. شوف تكلمي بالشات، انا ما راح ارد على الواتس، ما راح ارد على الواتس. حلوين تكلمي في الشات. جفت واحد يجي ما في، جفت واحد يجي قطع علاقات وقطع رقاب، رقاب مو بس علاقات. شاب ادعو لها ان الله يسعدها والله. فما في، ما راح اقبل منك شيء، ما راح اقبل منك شيء، علمتك. يا الله بقفل الواتس والله. قلت لك جفت واحد ما راح يجي منك، انت الموضوع. لو جاني ببنتك بتويتش. خلاص نقفل الموضوع، نقفل الموضوع، نقفل. يمدينا نسوي بلوك جفت سب؟ خلاص شاب شاب خلاص والله شاهد، والله ما يحتاج اقسم بآيات الله. اصبر جايك بشيء كبير. يلا انت حير حب. لا 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 شاب انا اقول نكمل بثنا، نكمل بثنا. ابو صالح شكرا على جفت سب يا عيوني، والله اني جسونه مره كثير، والله انه كثير مره. شاهد تسوي له جفت اسمه، لو شاهد سوت شيء يا ويلها يا ويلها، لو سوت شيء يا ويلها حرفيا يا ويلها، لو سوت شيء يا ويلها. تري خلينا نشوف اللوجو حق القطاع. اي خلينا اوريكم لوجو حق القطاع، هذا هو. شوفوا دقيقة. يا ساتر يا ساتر صدق. يا ساتر خارج. يا اخي الله يسعد هالوجه يا رياض. بسم الله تست تست زمان على الاليرت الحلو يا اخي. انت الحلو يا رياض والله العظيم، الله يسعدك يعوض عليك اضعاف اضعافها. رياض منور ورحب يا شاكر. يا شاكر يا شاكر. يا ساكر ما كان استاذنك ابو تركي وقال شيء نقدم لك يا عيني. الله يرزق صدق ومنور، ويلا انت حييه صدق يا راكان، والله يعوض عليك اضعاف اضعاف. والله العظيم جالس تسوي مره كثير. انا ما ادري شاهد كم اليوم سوى، والله العظيم انه من كثرها ماني قادر احسبها. الله يسعدك يفتحها في وجهك وين ما تروح يا راكان. شاب كلكم حلوين ندعي سوا، حلوين خلنا ندعي سوا تمام. ان الله يسعده ويعوض اضعاف اضعافه ويفتحها في وجهه وين ما يروح، ويرزقه من حيث لا تحتسب، وان الله يسهل لك امرك ويفرج همك. اقسم بايه الله يا ركان، والله العظيم جت تسوي مره كثير. الله يقدرني على رد الجميل حلوين، الله يقدرني على رد الجميل. والله العظيم جت تسوي مره كثير مره كثير مره كثير. الله يسعدك يا ركان، الله يسعدك الله يسعدك الله يسعدك ويفتحها في وجهك. ابو صالح ابو ساطور ورياض الله يسعدكم. رياض والله انك منور ولكم باك والحمد لله على السلامه. ورايد شكرا على السبسكرايب.
وشهد الله يسعدك صدق ويعوض عليك اضعاف اضعافها. انا اشوف الشات يكتب امين معهم ما اعرف ليش جالس يدعي ابو تركي. رياض راكان اللي سواه مو اليوم مو بصاحي والله العظيم سوى مره شيء كبير اقسم بالله مره اللي سواه كبير مره. مشتاق لك ترى ارحب بالسعود يلا نتحييه. رايد شكرا على الريسب شكرا على جيفت سب الديمون. شباب طيب تسمحوا لنا نكمل بثنا تسمحوا لنا نكمل بثنا دقيقه كيسي يكلمني يقول لي وش الشيء اللي بيصير الاسبوع الجاي. اصرح لكيسي والله انه كيسي يستاهل. دقيقه دقيقه طيب خلينا نكمل بثنا ترى كلهم ناطرينك. انا اخاف ابدا اكمل بثنا والقم طيب خلينا نكمل بثنا شباب بسم الله بركة الله ان شاء الله من الان الله يسر اكيد لازم هذا شيء اساسي. معليش بس كان في موضوع نسيت اذكره لك شبيب انت تقول تبغى الاعدام شبيب لازم تعرف شيء قد سمعت بشيء اسمه حد الحرابه معروف هذا يطبق على من علم القاتل لا مو اي قاتل عمر السلامة اللي قاتل بعمد لا خليني اقول لك حد الحرابه على المفسدين في الارض مثال الان انا شخص اتعاطى مخدرات هل يطبق علي الحد يا ساتر لا انا شخص اتاجر فيها واوزعها على جميع الناس في المدينه وابيعها على حسب هي ترويج ولا تهريب بالضبط هذا اللي اقصده في اشخاص سم كن حبيبي وش وحنا وش اسمنا احنا انا ادري يا صح صحيح احنا بلا من العام احنا بشرطه الملج ركز شوي معي الله شوي فكر فيها شوي لعل تحمس انا اتحمس شوي تراني يصولي من بابا فرحان وراك يا فالكن صوت شلي بابا فرحان فرحان يقصدونك ما يقصدونك يا سقر سحب وجهي يا سقر والله سحب وجهي من صقر لا يجيك يا سقر يطابك في المركز هنا صقر راعي مشاكل صاير الموت يا ترك الصلاة جاك طيب حاليا تبون باشر في الميدان اكل واشرب فطال عمرك اسري يمني ما عليك فعل فيها العافيه اما دامكم تطلعون الميدان انا بقدر ارجع لبوليتو لا لا بس هالمره ما هو بالميدان يختلف هالمره بدا بنطلع عندكم في بوليتو بطلع انا وفالكون والمارشل والجون رحله صيد ونشوف عاد من الافضل فينا اللي يقدر انه يصيد الغزال الطيب على قولتهم يلا انت حي يا ستيفن عندنا موضوع نتناقش فيه لازم نطرحه عليك يلا بسم الله وشو وراك جالس بالزاويه ستيفن 2 شكرا على السبسكرايب يا عيوني ايش ثانيه واحده وصلنا 546 سبسكرايب الله يسعدكم يعوض عليكم اضعاف اضعاف يا صديق الله يسعدكم يعوض عليكم اضعاف اضعاف سهل الطيب ولكم بينهم موضوع سريع اللي هو موضوع التدريبات الاعدام ما عليك تدريبات ايش اسمعني خلني اخلص انت تعرفني ما احب اترك اي ثغره او اي شيء عشوائي لازم كل شيء منظم حلوين فرضنا بكره ابيك تفرض معايا الان وتمشي معاي وبتشوف كلامي كيف انه صح فرضنا افتراضا ان لا سمح الله كان واحد بالداخليه ايوه فاسد ومتعامل مع ماليشيه هذا الخليط عيوني ومعلومات معك فاوندر ابو صالح هذا ينهي حياته لازم يكون لنها السجن المؤبد ممكن فيه يسوي اي شيء من معارفه بالداخليه
مع العساكر بس في البلاك سايت بلاك سايت برضو العساكر فيه عساكر ورتب يعرفونه فرضنا أنا فيه قائد أعلى فاسد لا سمح الله لا سمح الله لا سمح الله فلازم يكون فيه طريقة احترافية خفية غير معلومة غير معروفة ما يعرفون أشخاص معينين مدربين تدريب احترافي تام أنا حطها من زمان أول ما فتحت قناتي كيف الحركة هذه يتم الإعدام والإخفاء يا اخي سجل نعم. دخول سبيع الغلبه الله يسعدك عوض عليك اضعاف اضعاف عليكم نور نور اهلين سهلين يا سمعتي في مقرا وكلش عرف عرف آيس. اسمك كريدا توك اوفيس هي ديسباتش باج نمبر 348 اسم هذا واحد وش اسمك تكفى يا سبيعي يا سبيع الغلبه وش اسمك اللي عليك رضا بمشاعر انت بمشاعره استريح انت بمشاعره بعد ابد ابد انا انت حيي حياك الله ما عليك اي وسليم من معي بدل اشبايه كريضه تم من معي الله يسعدك انت جدي ما يحتاجنا من معي بس يعني معاليك معاك كريضه توكر اوفيس 3 تسبا باتش نمبر اي سعو الله يسعدك اي سعو هيك الله طيب تفضل وش نقدر نخدمك فيه في المكتب بغيت اسلم عليكم طول العمر اشوفكم و أرحب فيك هاتول العمر طيب حياك الله والله تأمرنا بشيء توصي شيء ما 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 ماريكم لا بالخير إن شاء الله تبغى شيء حاجة تبغون منا شيء شرفتنا والله تبغى حراسة شيء منا منا حراسة هم حراسة أدري هاتول العمر كيف حراسة تكتيف يعني زيادة عدد وشو لحظة ما أدري صراحة زيادة عدد سنجل. بس حراسة حماية الحيوانات اللي في بوليتو لا لا حماية حماية الحيوانات في بوليتو طيب معليك تسمح لي أعطيك وعد هنا أمام جميع رؤساء القطاعات إيه نعم تفضل أنا أوعدك وعد إنه ما يدخل القطاع الخاص هذا وما يأخذ الوينج إلا شخص جدير جدير أبن عن جد والله كني ثقة فيك وشيء أبن هذا عن جد هذه أهم من جدير يعني لا أبو الجد لازم كلهم يكونون صحيح أنا إيش في الهواء هذا إيش فيك أبعد عنا يا فالك لا لا بس حكني من حك شرفنا فيك والله يا وش اسمك مرة ثانية رضا تكر رضا تكر لحظة أنت رضا ما غيرك أيوة دقيقة بالله في اغاني بالايربود حقتي لوكا لوكا دقيقه بقفلها ايوه بس خلاص وينها ما اشتغلت اذا اشتغلت تغير حتى الرشاوي مقفلينها مالي جميل جدا اي هذا اللي اكيد كل شيء مقفل احتمال يعني يعني فيه رشاوي من جهه ثانيه لا اي ممكن يعني بس برضه ترى ما تقبل جميل رشاوي طيب على العموم على العموم كول 911 دقيقة في واحد يقول لي كول 911 ايام كيلر دقيقة وشو هذه؟ دقيقة ما اعرف تعرف هذه انت ما عليك؟ لا ما اعرف هذه وش يا اخي اغاني عندي في الليست دقيقة في حقة شوحة تسمعها؟ لا هذه طفة ما نبيها ما نحتاجها مرة سمعها هو يا فالكون سمعها بدي غار منو طيب اجل استكمل موضوعنا لا انا استاذن يا طويل العمر الله المعذره الازعاج ما قصرت والله ويا اللي قدامي اسمك بدي غار رضا اللي قدامي ايوه طويل العمر اسمي فالك انت في زيرو ما غيره خلاص ان شاء الله يوفقكم ان شاء الله وباذن الله الله يوفقنا الجميع الله يحفظك السلام
وصخ درعك القسم. وصخ درعك. ها معك شو ودك؟ طيب أجل بسم الله الحين بنطلع نلبس لبس صيد. حلوين أتوقع أنها جاهز عندكم لبس الصيد. صيد بشر ما عليك؟ لا لا صيد غزلان. آه. فالكون يا ابن الحلال. وش فيك يا شبيب؟ لا اله الا الله. تسيد بشر وش فيك انت؟ المجرمين يا شبيب. دور الجمال اذكر الله لا اله الا الله. المجرمين نصيدهم في حال بيع ولا عليك اخبر لك واحد يبيع سنه وجهره. طيب اسمع لا 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 مو بشر مو بشر نطلع نصيد حيوانات. ايه ايه مع رفقه البارك رينجر. ممتاز ممتاز جدا بسم الله. لا لا بدونهم طلع عمرك اطلع الحاله بمواترنا و اطلع بعد على ما قال بدي عليك يعني ما تبغى ميستري جارد بشروم بشكل رسمي وغير ملابسنا اي لا غيره يطلع بشكل مدني. يا شبيب عطني ارقام رفوف. عمرك وش بغيت طال عمرك؟ صلوا على رسول الله جزاكم الله الف خير الان الله يسلمك يا صلوا على النبي كلكم صلوا على النبي كلكم زين اللهم صل على محمد. قول قول وشو لبس والله ما تشوفها على من اللبس هذا لو اقول دقيقه شباب يا يا جماعه نبغى نحفظ الملابس حقتنا بالدرج وين المفتاح تروح الملابس محل ملابس مفتاح محل ملابس ولا في الشق ما ينفع هنا ليه ما فيها اشارات يعني الا لا في في ديكلز ديكلز ايش رايك بنطاله يا ناشد تحس انه كويس لا اله الا الله هذا البنطال هذا كشف الشراب موجوده في الشراب ما هي موجوده ديكلز. تعال تعال واحد يعطيني ارقام ما عليك اخذ راحتي باللبس عندك هجيكيت 3 8 طال عمرك صب صب سيرها محمد صلاح من هذا مرحبا هذا من هلا مرحبا اهلا تعال دقيقه بس عندي يبالي حلاق بس بروح حلق وبضبط واجيك الله يهديك ابد هذا هديك انت بس ترى هناك لا اشوفك بروح البس واجيك هذا عسكري ولا ادري خلاص ادري طيب انا ادري ادري من اللي يتكلم برا